صباح الخير مشاهدينا، ويوم جديد من برنامجكم يوم في الخير. صباح الأمل وصباح الخير وصباح التفاؤل، وكل عام وكل الشعب المصري بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة بإذن الله فقراتنا عديدة ومتنوعة جدا. طبعا بإذن الله هيكون معانا فقرة بعنوان نزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واللي هيسعدنا أن يكون في فقرتنا مشايخنا الكرام الشيخ حسن عبد العزيز والشيخ سمير جابر والشيخ عبد الله مصطفى. كمان هيكون معانا اخر فقراتنا فقره انت تقدر مع الشاعره امل البنا. وطبعا دلوقتي فقرتنا الرياضيه مع فريق الناشئين والبراعم لنادي اسمنت حلوان بالدلتا، وعلى راسهم طبعا كابتن باسم لسيف اللي احنا نحب نرحب بيه. كابتن باسم لسيف رئيس الجهاز الفني لنادي اسمنت حلوان بالدلتا، بنرحب بحضرتك يا كابتن. وطبعا معانا فريق الناشئين اللاعب يوسف محمد ابراهيم، لاعب بيراميدز وسموحه ونجم الاتحاد الليبي، رحب بيك يا يوسف. ومعانا خالد عبد الرحمن، مرحبا. ومعانا زياد راشد. طبعا يعني انا بستاذنكم بس قبل ما نبدا في الفقره الرياضيه معانا، احنا مشاهدينا عندنا خبر ليكم حلو جدا باذن الله، حابه ان انا ابدا بيه الحلقه، وهو اعلان برنامج يوم في الخير عن اطلاق مبادره سفير الخير. المبادره باختصار شديد جدا انه اي حد فينا عارفين ان احنا جوانا اكيد الخير، والخير كتير جدا. مبادرة سفير الخير هي دعوة للانضمام للمبادرة، سواء كانت لمساعدة في حاجات كتير أو متنوعة. طبعا احنا معانا أول سفير للخير اللي انضم للمبادرة بتاعتنا هو الدكتور عصام توفيق، استشاري العيون وتصحيح الإبصار بالليزج، تبرع من خلال برنامج يوم في الخير طبعا بكشف مجانا للعيون، مجانا تماما يعني لغير القادرين، وكمان الأرامل. وطبعا الأرقام بإذن الله موجودة على الشاشة، وإن شاء الله دعوة سفير الخير إن هي بنطرحها لكل أي حد حابب إن هو ينضم معانا في المبادرة دي. أولا يا كابتن باسم يعني منورينا ببرنامج يوم في الخير، وحابة إن أنا أبدأ يعني أول حاجة مع حضرتك، يعني رسالة لحضرتك بقى كده، سواء كانت رسالة صباحية أو أي حاجة للشعب المصري قبل ما نبدأ حديثنا. أولا طبعا كل سنة وأنتم طيبين، أدعو الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء ده أهم حاجة. آمين يا رب. ربنا يصلح حالنا جميعا. الرسالة اللي أحب أقولها لولادنا الناشئين أو البراعم أو أي لاعب بيشوفني دلوقتي، أنت تقدر تبني نفسك، تقدر تحافظ على نفسك، بس لو مشيت في الطريق الصح. بمعنى يعني انا قلت في حلقه سابقه مع حضرتك، حته السهر ديت للاسف الشديد، حته الانتظام، كل لاعب لابد ان يقعد، او كل واحد فينا لابد يقعد مع نفسه ويشوف هو عايز ايه. هل هو اللي ماشي فيه صح ولا لا؟ ماشي. هل هو اللي ماشي فيه صح ولا لا؟ هل انا فعلا مستواي اهلني ان انا العب كره ولا لا؟ هل انا فعلا مستواي ده ايه اللي ناقصني عشان اعمله؟ الموضوع مش موضوع ان انا رحت اتمرن في نادي وخلاص. عارف حضرتك ان عندنا دلوقتي لمؤاخذه في قطاعات الناشئين والبراعم في شغل كتير مش كويس. فاللاعب لمؤاخذه لابد ان يجبر المدرب على اختياره، مش المدرب هو اللي يختار اللاعب، لا، هو اللاعب هو اللي يجبر المدرب على اختياره. طيب يعني انا لو حابه بقى ان انا برضو يعني اسال حضرتك تساؤل، يمكن مثلا كتير من المشاهدين ممكن ما يكونوش عارفين التساؤل ده او الحاجات دي عن حضرتك، يعني لو عرفنا حضرتك كده في سطور، من حيث انه من امتى حضرتك بدات دخول الكره لغايه يعني المركز اللي حضرتك وصلت له دلوقتي، يعني من امتى وازاي؟ والله انا حضرتك يعني بفضل بس بسبب الدراسه ما لعبتش كره كتير، بس لعبت في انديه عديده، لعبت في نادي الحمام ولعبت في نادي غزه شبين شويه. كان من امتى بقى يا كابتن؟ الكلام ده ممكن مثلا في سنه 2002 2003 2004 في الحدود. تمام. لكن كتدريب كوره انا مرنت كوره، يعني كنت فاتح اكاديميه كده من 2006، وبدات بقى حصلت على الشهادات اللي هي بتاعت الكوره البي والسي والحاجات دي، والحمد لله ربنا كرمني دلوقتي ومسكت في نادي كهرباء القاهره قبل كده، كهرباء غرب القاهره قبل كده، مسكت في نادي النصر للتعليم، ومسكت في اكتر من نادي، وسافرت بره شويه. لكن انا اصلا الحمد لله يعني الحمد لله على كل حال راضي على كل اللي انا وصلت له. في ناس من دوري او اكبر مني في السن ما وصلش لاي حاجه،
فهي حته التوفيق وحته الكفاح في مطبات كتير في حياتي كانت ممكن ان انا اقعد في البيت. طبعا الحمد لله على كل حال، الحمد لله وبالتوفيق دايما يا كابتن باذن الله. لو هروح بقى ليوسف، طبعا يوسف ما شاء الله هو لاعب بيراميدز وسموحه ونجم الاتحاد الليبي. كلمني يا يوسف، بدات مشوارك في الكوره من امتى؟ انا بدات في اكاديميه الاقصى تبع كابتن باسم. دي كانت اول بدايه، اول بدايه ليا تبع كابتن باسم. تمام. بعدين دربت، فروحت نادي لاسيوتي اسبورت قبل ما يبقى بيراميدز. فلعبت معاهم دوري، يعني من الاكاديميه، وبعدها رحت لنادي اسيوتي سبورت قبل ما يبقى بيراميدز. تمام. فخدت معاهم دوري، خدت معاهم كاس الجيزه، بطوله الجيزه خدناها على حساب شارع الدخان، فوزنا 3-2 ضربات الجزاء. فبعديها جيت يعني بسجل لعيبه يعني الموسم الجديد، فانا مشيت عن اسيوطي رحت سموحه، نادي سموحه فرع القاهره هنا، فلعبت معاهم دوري، اديت اداء كويس في الدوري يعني. ف بعد سموحه رحت بلد الوليد مع كابتن سامح كمونة. كابتن سامح خدني مع بلد الوليد فدربت هناك ولعبت معاهم دوري، لعبت ضد النادي الاهلي في اخر اول ماتشين، ماتش ودي وماتش رسمي. ف ضد النادي الاهلي اتكلموا عليا، ف في 15/3 اللي فات. تمام. كنت هنضم للنادي الاهلي، ف جت جائحه كورونا دي اللي وقفت الدنيا يعني الحمد لله، بس خير باذن الله ان شاء الله. فبعديها تنيت نتدرب اكمل لغايه ما وصلت دلوقتي يعني. في كلام وليس اندماج، في كلام على الاتحاد الليبي، بس في اكتر من نادي برضه متكلمين عليه، بس احنا يعني لسه بنفكر يعني ايه القرار الصح ده. تمام. طيب يا يوسف، اكيد انت ما شاء الله مريت كل اللي انت بتحكيه ده، اكيد مريت بمواقف كتير جدا، يعني لو كلمتنا على اصعب موقف قابلك في حياتك. اصعب موقف قابلني في حياتي، والله ما فيش حاجه صعبه. تمام. ما فيش حاجه صعبه قابلتني في حياتي، عشان ايه؟ انا اتمرنت كويس واديت اداء كويس يعني. لو في حاجه مرت صعبه في الحمد لله يعني، ما فيش حاجه مرت عليا صعبه. تمام. كل حاجه سهله قدامي. تمام. بس لازم تدريب كويس، شد نفسك، هتوصل اللي انت عايزه باذن الله. طيب يعني لو اتكلمنا برضو على كان اكبر داعم ليك، خلينا نتكلم على شقين، اكبر داعم ليك بالنسبه مثلا في حياتك الشخصيه، بالنسبه مثلا للاسره اصدقائك او كده، كان مين اكتر داعم ليك؟ وبرضو كان مين اكتر داعم ليك في الكباتن او اللعيبه اللي انت شفتهم؟ اكتر داعم ليا ابويا يعني، هو يعني كل حاجه. وتاني داعم ليا الكابتن علاء السيد يعني، بشكره اللي عامله، وكابتن سامح برضك. هو برضو كابتن مصطفى اللي كان منورني في سموحه، وكابتن محمد عزت منورنا كان في الاسيوطي، هم يعني كانوا واقفين جنبي كتير يعني. ربنا يسلمك. تمام يا يوسف، ان شاء الله موفق، وباذن الله يكون برنامج يوم في الخير وشه حلو عليك باذن الله. لو رحت بقى لخالد، خالد عبد الرحمن، انت براعم؟ تمام. بدات من امتى يا خالد؟ انا بدات من وانا عندي 10 سنين، كنت بلعب في ملعب عندنا هناك، فرحت عند الكابتن باسم اختبار. تمام. فاجا الكابتن باسم شافني وكده ورحت معاه، وفي كذا معني نادي كان عايزني وكده، بس انا يعني لسه الكابتن باسم لغايه دلوقتي لسه هيشوف النادي اللي هو المستقبل بقى حلو فيه. يعني انت اول نادي مثلا دخلته كان نادي اسمنت حلوان معاك؟ انا الاول كنت بلعب في نادي عندنا. تمام. فجيت رحت اختبار عند الكابتن باسم. تمام. فجاء الكابتن باسم شاف لعبي وكده، كان ادائي حلو وكان اللعيبه كان حلوين في الملعب. تمام. فالكابتن باسم اختارني في الملعب عنده في النادي. تمام. طيب لو رحنا بقى لزياد راشد، برضو بدات من امتى يا زياد؟ من سنتين كده او سنه. من سنتين او سنه. كان برضو اول نادي مثلا تدخله مع كابتن باسم ولا كنت؟ لا، كنت بتدرب العاب تانية غير الكوره وكده. يعني ليك هوايه تانية غير الكوره زي لا. ايه مثلا؟ ايه، انا كان حلمي كله بلعب كوره، لكن كان ليا هوايات تانية للجودو وكونغ فو وكده.
تمام. طيب يعني لو اتكلمنا النهارده كده يا زياد على التدريبات، هل التدريبات بتبقى شاقه مثلا؟ بتحس ان هي يعني بتاخد وقتك بصراحه كده عن المذاكره؟ لا بصراحه كده يعني عشان الواحد يوصل لازم يجاهد. هل فكرت مثلا زي في ناس كتير قوي مثلا اشتهروا في مجال الكره مثلا كره القدم او كده، وقالوا لا خلاص احنا ممكن نكتفي بكره القدم ومش مهم ان احنا يعني نبقى نكمل التعليم او كده، فهل انت حلمك مثلا تبقى لاعب كره قدم ولا في برضو حاجه تاني، مهنه تاني برضو؟ لا هو لاعب كره قدم. طب مين بقى يعني مثلا حابب تبقى زي مين كده؟ محمد صلاح، زي كل اللاعبين الحلوين. باذن الله باذن الله يا زياد هتوصل ان شاء الله. طبعا يا كابتن احنا اصلا عنوان فقرتنا، انا معلش نسيت انوه عنه، انه كيفية صناعة النجوم والوصول للاحترافية. النهاردة أنا حابة أن أنا أسأل سؤال مع حضرتك. النهاردة هل ممكن يكون لاعب يعني مش عنده مقومات النجومية تمام، ولكن مع التدريب ممكن ان هو يبقى نجم؟ حتى لو حتى لو مفيش مهاره. الدليل على كده المعظم كابتن وائل جمعه، احسن احسن مدافع في منتخب مصر، احسن مدافع في القاره الافريقيه. هل المعظم كابتن وائل جمعه كان لاعب مهاري كان ياخد الكره المعظم يرقص 3 4 لعيبه؟ لا، هي الكره النهارده المعظم ما بقتش مهاره فقط، الكره النهارده بقت تحفيز واداء خطه الملعب، الكره النهارده تدريب استيعاب، الكره ما بقتش كل حاجه مهاره، ولا بد من المهاره. تمام. لكن الاهم التنفيذ، التنفيذ والتدريب. ما هو في مهاره وما فيش مدرب، هيعمل ايه اللاعب؟ هو بياخد الكره بيجري بقى وخلاص. تمام. لكن لعيب بينفذ خطه المدرب او لعيب بيشتغل كويس مع مدرب كويس مع برضه جزء من المهاره، ما هي المهاره لمؤاخذه مش هناخد الكره يرقص بيها. طيب انا بس بعتذر لحضرتك معلش، هنطلع دلوقتي فاصل مشاهدينا وهنرجع لكم، انتظرونا. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع طبعا فريق البراعم لنادي اسمنت حلوان بالدلتا. حبايبي الصغار، اولا اللي احنا نحب نرحب بيهم ياسين كامل واحمد باسم لسيف ومحمد منير ويوسف صلاح وطبعا كابتن باسم. معلش انا قطعت حضرتك في الفاصل، يعني حضرتك كمل ازاي النهارده ان احنا ممكن انه يعني بمهارات مثلا او بتدريب معين ان احنا نوصل لمجال الاحترافيه؟ واولا طبعا هو المفروض يكون في مهاره، بس النهارده لو المهاره قليله بنميها بالتدريب. يعني لو المهاره قليله بنميها للتدريب. يعني النهارده لما اكون عايز مثلا مدافع او باك يمين او اي حاجه، مش محتاج المهاره قوي قد ما محتاج التنفيذ في الملعب، قد ما محتاج التدريب، قد ما محتاج اداء خططي، قد ما محتاج اداء ذهني، فكر ذهني للاعب انه يكون تفكيره سريع. في لعيبه مهاريه جدا لكن التفكير بتاعها بطيء جدا. يعني من افضل اللعيبه في مصر سابقا اللي كان عنده الفكر الذهني عالي جدا كان الكابتن صالح جمعه، بس الكلام ده طبعا من سنين فاتت يعني. لكن حاليا بقى في لعيبه بتبقى معاها الكوره ما بتعرفش تفكر، او لما بيستلم الكره ما بيفكرش كويس. هو انا بحس انه بصراحه التفكير او عامل الفكر عموما هو مهم في كل حاجه، سواء كانت مثلا يعني رياضه او في حياتنا كلها يعني. هو لا مؤاخذه ايه اللي مطور الناس بره؟ التفكير بتاعهم عالي، سواء لعيبه الكوره او الصين او اي دوله بره. لكن احنا التفكير بتاعنا فيه عندنا ناس كويس في تفكير عالي. هو الكابتن محمد صلاح لا مؤاخذه ايه اللي خلاه يعني في الاحتراف بالمنظر ده؟ تفكير. في تفكير كابتن محمد صلاح وفي ناس كتير غيره. تمام. وفي ناس كتير كانت ممكن تكون افضل من كابتن محمد صلاح في لعب الكوره. تمام. بس طبعا التفكير مش كل حاجه المهاره بس. تمام. في ناس بتعلق على النجم الكبير محمد صلاح ان هو مش مهاري قوي، انا مش عايزه مهاري اصلا. تمام. انا هو اللي هو وصله النهارده، وصله بالمره عشان بيرقص في الملعب، بيرقص الفرقه كلها، ولا وصله بدماغه بفكره بادائه؟ تمام. في الملعب. تمام. فلازم بد ان احنا نتطرق لهذه النقطه. تمام. طيب انا لو رحت محمد منير اتفضل المايك كده. اولا بدات من امتى يا محمد؟ من
سنتين. اول حاجه دخلتها مع في نادي اسمنت حلوان ولا كنت في نوادي اخرى يعني؟ لا كنت في نادي القناه. تمام. وبعد كده دخلت مع كابتن باسم. قرب بس المايك وانت بتتكلم. ايوه دخلت مع الكابتن باسم. طيب ايه اللي داخلين في بطولات جديده مثلا داخلين عليها او حاجه مقبله؟ فزت مثلا بجوائز ولا؟ داخلين. طب اتكلمنا بقى يعني. اتكلمنا. لا يعني فزت بايه؟ بتلعب في دوري ايه الكلام ده؟ تمام. بتلعب في دوري ايه؟ دوري القاهره. دوري القاهره. تمام. ده يعني خلص ايه؟ كلمنا شويه كده. لا احنا ماشيين في الدوري بنعمل ايه الكلام ده يعني؟ إيه عاملين ايه في الدوري؟ فوزت خسرت كده؟ ماشيين في الدوري كويسين وخسرنا ماتشين وكده. تمام تمام. طيب ممكن تيجي بقى انت اسمك ايه بقى؟ احمد. احمد باسم لسيب. لسه هتفكر؟ قول احمد باسم لسيب. مش هتفكر. احمد باسم لسيب. الاسم ده انا بشبه عليه. قول انا ابن الكابتن باسم. ابن الكابتن باسم. انت ما شاء الله ربنا يحفظه. انت بتلعب كوره؟ بتلعب؟ ولا بتحب مين؟ بتحب مين طيب؟ في الكورة اكتر محمد صلاح ولا مين؟ بحب محمد صلاح. ما شاء الله ان شاء الله تبقى زي الكابتن محمد صلاح وافضل باذن الله. والله ان شاء الله. ان شاء الله. طب نيجي لياسين كده. ياسين ما شاء الله انت بدات من امتى يا ياسين؟ بدات من عندي 7 سنين ولا 8 سنين. ما شاء الله. طب ممكن المايك بس ترفعه؟ تمام. يعني النهارده ياسين داخل بطولات؟ في بطولات داخلها؟ انا بدات الكوره وانا في نادي السكه الحديد. كان كنت رايح بس اقرب المايك. كنت رايح انا وماما كده بس كان في اختبارات الحمد لله ودخلت. بس اللي حصل بقى بعد السكه الحديد كمل. رحت رايح بعد نادي السكه الحديد. قرب المايك. بعد نادي السكه الحديد رحت نادي مركز شباب رود الفرج عندنا في شبرا. كان في كابتن، اشكر كابتن احمد ابو علي وكابتن محمد عبد الحفيظ وكابتن باسم لسيف. وكنت داخل معاهم كوره ودخلت وسبتها ودخلت تاني للاشتراك. تمام. انا واخويا. ورحت فين نادي؟ ورحت نادي بقى نادي الزمالك دلوقتي حاليا في نادي الزمالك. يعني ما شاء الله دلوقتي في نادي الزمالك. وكان عندنا في اسمنت حلوان وحاليا في الزمالك. وبتدرب في نادي حاليا بيتمرن في الزمالك لكن لسه ما فيش نادي اسمنت حلوان. ما شاء الله ما شاء الله. طب انت بقى اهلاوي ولا زملكاوي؟ ولا زملكاوي. كنت اهلاوي وبقيت زملكاوي عشان الاهلي بيخسر. خلاص يا صح صح. تمام ماشي يا ياسين. طيب معلش المايك ممكن يعني. تمام. يوسف صلاح. اسمي يوسف صلاح. عندك كام سنه يا يوسف؟ عندي 13 سنه. 13 سنه. ما شاء الله. بدات من امتى؟ بقالي 4 سنين. 4 سنين. ايه اول حاجه دخلتها اي نادي يعني دخلت فيه؟ مع الكابتن باسم. وانا كنت حبيت الكوره مع الكابتن باسم. تمام. حبيت الكوره مع الكابتن باسم. يوسف على فكره يعتبر ابننا يعني. ما شاء لان الله. يعتبر متربي تحت ايدي. ما شاء الله ما شاء الله. كان عندنا في اكاديميه وبعد كده خدته النادي. تمام. هل يعني النهارده برضو يا كابتن لو عايزين نعرف تمام. طيب كلمنا ايه الحاجه اللي انت حابب توصلها يا يوسف او ايه هو حلمك او امنيه ليك؟ حلمي ان انا اخش نادي الاهلي. اي اهلاوي. تمام. قرب المايك بس. قرب المايك. تمام. طيب مين اكتر لاعب انت بتحبه نفسك؟ محمد صلاح. محمد صلاح ما شاء الله. تمام. طيب لو احنا اتكلمنا برضو يعني السؤال مع حضرتك يا كابتن باسم، احنا النهارده بنشوف يعني مثلا لعيبة كانت موجودة وموجودة عندنا تمام، إلا أن هي اكتسبت الشهرة أو الاحتراف لما سافرت للخارج. فهنا أنا يعني بتساءل مع حضرتك يعني هل هنا كان السبب في كده إيه؟ انه محدش مثلا عرف ان هو يكتشف اللعيب ده، ولا انه مثلا كان بره يبقى فيه مجال اكتر انه للتدريب او الاكتشاف بصراحه يعني؟ بص اقول لحضرتك بصراحه، احنا عندنا الكوره بتمشي بشقين اتنين، ابوك مين؟ دافع كام؟ ادي رقم واحد. ده كلام كبير. لا ده حقيقي، دي حقيقي قطاعات البراعم. الدليل على كده معظم الانديه بتشتري الشراء. انا النهارده عايز حضرتك بس تبص في الدوري العام تشوفوا مين اللي بيطلع ناشئين ومين اللي بيطلع ناشئين. الانديه الصغيره معاش فلوس،
لكن الانديه الكبيره بدون ذكر اسماء ما فيش حد بيطلع لعيبه. قطاعات البراعم السنه دي مهزله بكل المقاييس، مهزله. في نادي بدون ذكر اسماء بس انا هتكلم عليه بالورقه وبالقلم ان شاء الله في حلقه جايه، بالورقه والقلم والمستندات. النادي ده لا مؤاخذه في فرقه 2006 ابن فلان وابن فلان وابن فلان وابن فلان وابن فلان. في 13 لاعب في فرقه واحده ابناء لعيبه كوره وحوالي 5-6 او لا ابناء ممثلين. ومشوا الفريق الاول الاساسي. دي حاجه. تاني حاجه النهارده لا مؤاخذه انت جاي تابع مين؟ هتلعبي حتى لو تعرفيش تلعبي كوره. ابوك مين ومدافع مين؟ فالكوره عندنا بتمشي لا مؤاخذه تقريبا بنسبه 99% عشان ما ظلمش حد. يا اما بالواسطه بالمحسوبيه بالرشوه. طيب الدليل النهارده ايه؟ لو كان ليونيل ميسي عندنا في مصر كان يروح يقطع استماره ب 30 جنيه او ب 50 جنيه وفي الاخر يقولوا له لا يا ابني انت قصير ما انتش نافع في الكوره، خد بعضك وروح. هو ده اللي حصل فعلا مع محمد صلاح ومحمد النني. راحوا اختبارات اكتر من نادي قالوا له لا يا ابني انت مش نافع، خد انت توكل انت على الله. يعني هو اصلا طبعا سبحان الله هو فعلا بيبقى اخير في كل شيء، يعني يمكن هو مثلا سافر بره وسبحان الله وصل للعالميه يمكن ما كانش اكتسبها في مصر. في بس بعد اذنك حضرتك كلمه واحده بس عايز اقولها علشان ماشي انا عارف وقت البرنامج، في لحظه في كلمه بس عايز حابه اقولها. اتفضل. يا ريت بس انا بوجه الكلمه دي لكل مدرب يكون عنده ضمير. تمام. احنا الحمد لله في وباء الكورونا ممكن انت قاعد النهارده بكره ان شاء الله ممكن ما الاقش. تمام. ماشي؟ يا ريت يبقى عندك ضمير وتخلي اللاعب اللي قدامك ده لو هو لاعب كوره خلي عندك ضمير لوجه الله. بس تمام. انا بقول الكلمه دي لكل مدربين مصر دلوقتي. خلي تمام. عندك ضمير لوجه الله لانك هتقف قدام الحي القيوم هتتسال عليه. اوعى تفكر انك مش هتتسال. اوعى تفكر انك حطيت جنيه في جيبك ماشي من الرشوه والمرتشي في النار. تمام. احنا طبعا يعني رساله حضرتك وصلت كابتن باسم. طبعا كان معنا كابتن باسم لسيف رئيس الجهاز الفني لنادي اسمنت حلوان بالدلتا وطبعا فريق الناشئين والبراعم. ودلوقتي مشاهدينا هنطلع مع تاني فقراتنا وهي فقره معجزه الوحي لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. انتظرونا بعد الفاصل. تاني مشاهدينا مع فقرة بجد مهمة جدا ومع شيوخنا الكرام اللي رحبونا في برنامج يوم في الخير والفقرة بعنوان معجزة الوحي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. واللي بيسعدنا أن يكون في فقرتنا الشيخ سمير الشيخ سمير جابر مستشار بالعلوم الشرعية وعضو لجنة الفتوى. بنرحب بحضرتك الشيخ سمير. والقارئ الشيخ حسن عبد العزيز. بنرحب بحضرتك الشيخ حسن. وطبعا منشد الرائع عبد الله مصطفى. بنرحب بيك يا شيخ عبد الله. اهلا بحضرتك يا دكتور وكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا احنا عنوان فقرتنا النهارده هي معجزه الوحي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن نبدا مثلا اولا بما ان يعني نسمع طبعا ايات قرانيه. تمام مش حسن؟ اتفضل. ايتين مختصر. اتفضل. تجويد ولا تمثيل لو سمحتي؟ نعم؟ تمثيل ولا تجويد؟ اتفضل حضرتك. تجويد. تمام. قرب بس حضرتك المايك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم
إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ربنا يفتح عليك يا شيخ حسن. انا حابه طبعا ان انا ابدا مع حضرتك يا شيخ سمير. طبعا كلمنا حضرتك عن معجزه الوحي بالنسبه لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فمعجزة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة كبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها تعلم سيدنا رسول الله القراءة والكتابة. لذلك عندما جاءه جبريل عليه السلام على هيئته الملكية وهو يسد الأفق بأجنحته، رآه يقترب منه شيئا فشيئا حتى كان قاب قوسين أو أدنى، نزل عليه في غار يقال له غار حراء، وهذا الغار بمثابة الجامعة الإسلامية التي درس فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم فيها ودرس فيها القرآن الكريم كاملا. وأول ما تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر الآيات. في هذه اللحظات يضطرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك جاء إلى السيدة خديجة بنت خويلد زوجه وقال لها بصيغة المجموع: زملوني دسروني. عندما أخذ يتعلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة، ما كان يجيد لا القراءة ولا الكتابة، ولكن علمه شديد القوة. تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يشاء القدر أن يكون أول المتعلمين، لذلك تعلم رسول الله وعلم المتعلمين، فكان أول إنسان على مستوى التاريخ الإسلامي إنسانا متعلما، وفاق في الأفق، عليه أفضل الصلاة والسلام، الأفق طبعا جميعا جدا جدا. تمام. عندما تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم علم كل العالم باللغة العربية، وكان أمي، كان رجلا أميا لا يجيد القراءة ولا الكتابة، ولكن علمه شديد القوة. فتح الله على حضرتك. طبعا احنا عارفين انه الكلام في الموضوع ده مايك. تمام. عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا يعني لو رحنا للشيخ عبد الله هتسمعنا ايه بقى في الانشاد؟ طيب، في قصيدة كده. اتفضل حضرتك المايك. اتفضل المايك. تمام. في قصيدة كده من احسن القصائد طالما العنوان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنبدا. تمام. هل حقا تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بيديه، أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى، مت يا مبغض أحمد غلا، قد صلينا اليوم عليه، نشرا نصرا لمكانته، غيظا لمحارب سنته، نشرا نصرا لمكانته، غيظا لمحارب سنته، رب ارحمنا بشفاعته، رب ارحمنا بشفاعته، قولوا صلى الله عليه. خاب الهالك من يشتمه، والهين من لا يكرمه،
ربي كافيه وعاصمه، ربي كافيه وعاصمه، مهما اجترأ الوغد عليه هل حقا تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بيديه، أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه؟ قولوا صلى الله عليه. يا شيخ عبد الله وما شاء الله اكتر بالرائع، ربنا يبارك في حضرتك. طبعا نورتونا واحنا تشرفنا جدا بحضراتكم. كان معنا الشيخ سمير جابر مستشار العلوم الشرعيه وعضو بلجنه الفتوى، والقارئ الشيخ حسن عبد العزيز، والمنشد الديني عبد الله مصطفى. شكرا جزيلا لحضراتكم. ودلوقتي هنطلع مشاهدينا مع اخر فقراتنا، فقره انت تقدر مع الشاعره والاديبه امل البنا. انتظرونا. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع الشاعرة والأديبة الجميلة أمل البنا. بنرحب بك يا أمل. طبعا انتي هنا دلوقتي في فقرة انت تقدر. انا اتكلمي في المايك اولا، يعني لو تعرفي نفسك بس كده لمشاهدينا. أمل فؤاد سيد، وبشتغل رئيسة قسم ترميم آثار الوادي الجديد. ما شاء الله. وشاعر. وشاعرة. بدأتي من امتى يا أمل؟ بدأت من وانا في اولى اعدادي. وبعدين توقفت فترة كبيرة خالص، يعني من أول إعدادي لتالت ثانوي، وبعدين توقفت فترة كبيرة، وبعدين رجعت الكتابة تاني. تمام تمام. طيب لو الكاميرا معاكي دلوقتي بقى كده، هتقولي لنا قصيدة ايه؟ أنا طبعا أنا سمعت ما شاء الله قصايدك الرائعة فعلا، فتحبي تسمعينا ايه أول حاجة دلوقتي؟ أسمعكوا حاجة عن الأم. تمام اتفضلي. ليه يما ما بترديش؟ لأول مرة يمايا أشكيلك وما ترديش، لأول مرة يا جوية أقول الآه، تقولي الآه ولا تخبيش، ده مهما كان يكون فيكي نقول مالك تقولي مفيش، ويا دكتور مال همي، وليه رجدتها كده طالت، وليه خست وملامحها الجميلة للعجز مالت، ده أنا أمي جمل حمال، ويا مال الحمول شالت، لقالت يوم ده حمل تقيل ولا بالحمل يوم مالت، ده رأي الطب ورأيي أنا، أخرها من شهرين لسنة، كريم ومبدل الأحوال، وآه يا كسرة قلبي أنا، ليه يا دكتور تقول هتموت، دخلت إزاي في علم الغيب، لهو الموت بقى بشروط، لا يا دكتور عليك العيب، أعمارنا بإيد الله، لا هي بأمراض ولا بالشيب، بالله يا دكتور تعذرني، أنا أصلي صبحت كئيب، أبوس إيدك يا موت يعني، أبوس إيدك يا موت يعني، تسيب لأمي شوية كمان، دي غلبانة وتعبانة بقالها زمان، سيبهالي أعوضها شقى الدنيا مع الحرمان، سامحني يا ربي بستغفر غياب أمي عمل لي جنان، هات الدكتور كمان مرة يشوف الغالية تعبانة، يا جماعة البقاء لله، وادعوا لها ادعوا لها دي سمعانة، لا يا دكتور أكيد غلطان، ده هي بس نعسانة، قومي يما ضميني، حضنك وحشني يا حبيبة، عايزة الدار أنا في حضنك، مانيش قادرة بدونك عيش، طالت رجدتك والله وطالت يا حبيبتي الغيبة، وليه يا موت كده طيب؟ ليه يا موت كده طيب؟ ليه بالحزن تأسرنا؟ ليه بتجينا تأذينا ومن بدري بتكسرنا؟ بتاخد عز مالينا ومن حبايبنا تحرمنا، تفض الدنيا حوالينا ومن الكسرة ما تحرمنا. طبعا رائعة وقد ايه مؤثرة. انا طبعا انا ان شاء الله هخليك ان انت هتختمي معانا بالقصيدة، بس انا بحب ان انا اوصل رسالة للإعلامية زميلتي الجميلة الأستاذة فوزية الشرقاوي صاحبة مقدمة برنامج الأسرة والمجتمع لتعرضها لحادث، واتمنى لها كل الشفاء بالشفاء العاجل بإذن الله. دلوقتي أمل هتسمعينا آخر حاجة واحنا بنفصل، يعني تكلمينا على قصد تاني؟
بس حاجة مختصرة يعني لو في المايك بس يعني كده. وهنا ما تسألونيش ايه نوع ارتباطك بيه. حبيبي ساعات انا بحسه وانه اول البدايات، ورغم البعد والمسافات بحسه العيلة والاخوات. ولو في الغربة يتوجع وجعه في قلبي يوجعني، واتوجع فيسمعني. علاقتي بيه شيء تاني، شيء رباني روحاني، بيربط بينا رغم البعد، وحضن أمان لأحزاني